أهلا وسهلا مشاهدينا، واصل معكم دفقة الشروق الصباح الحي وثاني فقراتنا الندية عبر صباح الشروق. المؤلم جدا مشاهدينا أنه حابة أنه تفرح بجناح سواء كان البكر أو المتتالي يعني في الأبناء يعني، فيحدث الإجهاض، وبالمسمى المعروف أنه الإجهاض مرات بيحدث في الأسابيع الأولى يعني في الأسابيع المبكرة، ودي عنده تفاصيل جدا وأسباب مختلفة مرتبطة أيضا بصحة الأم بصحة الجنين أيضا باضطرابات مختلفة، لكن الأغلب هو شائع يعني هو حالات من الحالات الشائعة والطبيعية عند الأمهات، لكن عنده تفاصيل أخرى نتعرف عليها عبر صباح الشروق يعني. نعم أكيد هنتعرف عليها مع دكتور مشاعر عبيد بخيت، هي مستشارة الجمعية السودانية لتنظيم الأسرة للنساء والتوليد. صباح الخير دكتورة، كيف حالك؟ صباح النور، مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله. صباح خالي من الالم لكل امهاتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله انتهينا فيهم من كل المشاكل اللي بتواجه الحمل وتواجه النساء. فاحنا عندنا من المشاكل اللي بتواجه النساء والحمل كلها هي مشكلات كبيره جدا، في مشكله الاجهاض بتاثر نفسيا وسلبيا وعلى يعني الحامل وعلى الرحم وعلى مشاكل يعني صحية ونفسية كلها. نعم. نتكلم يلا بوضوح يا دكتورة ونعرف ما هو الإجهاض، أول ما عداك ندلف طيب. بعد التفاصيل. وإحنا نعرف الإجهاض، الإجهاض إحنا إذا رجعنا للغة العربية جاي من كلمة إحنا لما نجي لطريق الإجهاض في التوليد أو في اللغة عندنا برضو هو نزول الجنين من الرحم، نزول الجنين من الرحم او انتهاء الحمل او توقف الجنين عن النمو. خلاص، فالإجهاض بيكون بنزيف، انقباضات في الرحم ذاته، تجينا العيانه بتشكي من نزيف، من الم في الظهر في البطن. شنو بنبدا نعمل لها اختبارات عشان نتاكد من الإجهاض، هل في إجهاض ولا ما في إجهاض، هل تم ولا ما تم. فده بيقودنا لحاجة اللي هو شنو أسباب الإجهاض. إحنا أول حاجة نوري العيانات والمشاهدات الكريمات الأسباب اللي بتؤدي للإجهاض. عندنا واحد من الأسباب هو تقدم سن الأم، يعني الحمل في سن متأخر يعني فوق لل 35 40، ده بدي نسبة كبيرة في إجهاض الجنين. خلاص، ثاني من الأسباب هو بيكون شذوذ في الكروموزومات او شنو حاجه غير اب نورمال كروموزوم، يعني الحاجه اللي عارفين انها اب نورمال كروموزوم، شذوذ في الكروموزومات بتاعه الام بتاعه الاب بتؤدي لنا لش بتؤدي لنا لشنو برضو امراض الغدد السكري، ومن امراض الغدد غده البنكرياس برضو بيؤدي لنا للاجهاض. وعندنا الامراض الغده الدرقيه، امراض الغده الدرقيه برضو بتؤدي لنا للاجهاض. ثاني ممكن يجينا اجهاض من شنو، من صدمه، يعني اتضربت في بطنها، حصلت لها صدمه او حادث، او اتزلقت وقعت او شارك. إذا كان فيه أمراض تانية يعني زي الأنتيفوسفوليد بكتيريا وهنا وكده بتقول هنا الإجهاض، وأغلب الإجهاضات بتتم بدون ما الحامل ذاتها تكون عرفتي، يعني في الوحدة بتحمل وبتكت وما بتكون عارفة نفسها، يعني بتحسب زي كأنها دورة شهرية عادية جادة. أها طيب يا دكتور، نحن بنشوف يعني الحوامل لأول مرة في تأثيرات كبيرة جدا ممكن تحدث، ممكن برضو لسنهم المبكرة بيكون في تأثيرات خارجية بالنسبة للمرأة الحامل، ولكن معظم الحالات اللي بتأتي دائما للمستشفيات هي حالات النزيف، ممكن بعد ذلك مباشرة يلجأوا لعملية جراحية لاستخراج الجنين. يعني بنتكلم عن الجانب ده،
علاقة الإجهاض وأيضا النزيف والتفاصيل دي. أيوة، إحنا قبل ما نتعرض للعمليات الجراحية ده من العلاج اللي أنا بقوم بعمله للإجهاض، يعني الوحدة المجانية بتنزف بقوم بعمل لها العلاج بتاعه، وده بيعتمد على صحتها، على نوع النزيف، على انقباضات الرحم، على كل حاجة، يعني اختبارات أنا بقوم بعملها ليها. خلاص أنا جاتني العيانة بتشكي من نزيف ومن ألم في البطن ومن حاجات تانية. خلاص فأول حاجة أنا بشيل العيانة دي بعمل لها اختبار للحوض ذاته. خلاص بقيس الحوض، بشوف هل الحوض ده متوسع، هل في تمدد في عنق الرحم ويتوسع عنق الرحم، خلاص الإجهاض حيكون فيه. اوكي، بعمل بعد ذاك موجات صوتية. الموجات الصوتية بتحدد لنا النبض بتاع الجنين، هل الجنين هو حي، هل هو موجود، هل الأنسجة موجودة ولا ما موجودة، يعني بتحدد بعد ذاك